بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا فيكم إخواني وأخواتي سنافرنا الأجداد. أنا معكم أخوكم ريم رياضة سنة خامسة، راح أشرح لكم إن شاء الله عن الميديكال تيرمينولوجي. أول إشي بس حاب أرحب فيكم هنا في الجامعة، أنتوا هنا إن شاء الله مش بغربة، أنتوا هنا بين ناس كثير طيبين، وأي إشي بدكم إياه ان شاء الله احنا جاهزين للمساعدة. ودائما هيك المرحلة الجديدة بتكون صعبة، بس يعني من باب انه الواحد بده يتكيف عليها بس، وهي فترة. وزي ما احنا هسا مشينا بالطب، وزي ما صاروا هسا اللي اكبر منا دكاترة، انتو ان شاء الله راح تمشوا وتصيروا دكاترة قد الدنيا. اول اشي introduction to the medical terminology، مقدمة للمصطلحات الطبية. Basic elements of a medical term، العناصر الأساسية في أي مصطلح طبي. أغلب المصطلحات الطبية هي عبارة عن مصطلحات مشتقة من اللغة، يا أما الإغريقية أو اللاتينية. طبعا مثلا هنا حاط لك مثال إنه الجلد بالإنجليزي skin، بالإغريقي بنسميه dermatos، وباللاتيني بنسميه كوتين. طبعا اي مصطلح طبي بتكون من اكثر من جزء. الجزء الاساسي فيه اللي هو ايش؟ الميديكال روت، اللي هو الجذر الطبي. وطبعا كومباينينج فورم يعني حرف عاطف، بريفكس بادئة، وسفكس لاحقة. هيني هسه بدي اشرح لكم بس على مصطلح موجود هنا. مثلا عندنا اوستي، هي اوستي هي ايش؟ وورد روت، هي ميديكال روت، معناها ايش؟ عظم. او هي عبارة عن حرف عطف فقط، يعني عشان نطلع كيف اوستي مش ضابطة يعني لفظها، بس اوستيو سهل هيك. ارش برضو كمان ميديكال روت ثاني عشان يربطوا بالميديكال روت الاول، حط حرف عطف بس عشان يربطهم، اوستيو ارثر. وايتس هي ايش؟ عبارة عن سفكس لاحقة. طبعا هنا بتيجي ايتس بمعنى التهاب، اللاحقة هون جاي معناها التهاب. اوستيو اوستي معناها عظم، او زي ما حكينا الحرف عطف، ارثر ايش؟ مفصل، جوينت. فبالتالي هيك بصير المعنى الكلمة التهاب المفصل العظمي. طيب خلينا نرجع نكمل من أول. الميديكال روت أو التيرم روت، زي ما حكينا قبل شوي، التيرم روت أو الميديكال روت بالعادة بيكون مشتق من لغتين أساسيات اللي هم الإغريقي واللاتيني. خلينا نحفظهم بسهولة هيك، انه اللاتيني اي شيء بدنا هي اناتوميكال ستراكشر، يعني جزء تشريحي او اي شيء تشريحي هو بنستخدم له لاتيني. اي شيء ثاني نستخدم له ايش؟ اغريقي. مرض، ديزيز، كونديشن، حالة، تريتمنت، دواء او علاج، دايجنوسيس، تشخيص. طبعا التيرم روت يعني مش بس خاصة باللغة الطبية او الميديكال تيرم، لا، هي موجودة باللغات كلها او اغلبها تقريبا. يعني مثلا هنا عندنا سبيك اللي هي وورد روت بمعنى يتكلم، ضفنا عليها سفكس اللي هي ايش؟ لاحقة اي ار. فالاي ار عملت صارت سبيكر، فبالتالي تغير معناها وصار ايش؟ سبيكر، متكلم. هنا في عندنا شوية أمثلة على إيش؟ على الميديكال روتس اللي هي الجذر الطبي. زي ما حكينا الجذر الطبي بالعادة بيكون له قسمين، قسم لاتيني أو إغريقي. مثلا الفم اللي هو ماوث بنحكي عنه بالإغريقي ستومات، وباللاتيني أور. الجلد حكينا قبل شوي، الكلية مثلا بنحكي عنها بالإغريقي نفر، وبالإيش؟ وباللاتيني رين، وهكذا. طبعا هاي الأمثلة مطلوب منكم الحفظ. الكومبايننج فورم هو عبارة بس عن ايش؟ حرف عطف،
يعني شيء بسيط جدا يعني. بالعادة بيكون او، بس احيانا ايش بيكون اي، زي ما حكينا جاستر طلع كيف هيك لفظة مش يعني مش سهل على اللسان، بس لو حكينا جاسترو سهلة جاسترو. فهو كمان نستخدمه ايش عشان نربط ميديكال روت بأي شيء ثاني، ممكن نربط الميديكال روت ببريفكس، او نربط الميديكال روت بميديكال روت ثاني زي ما قبل شوي اوستيو ارثرايتس. طبعا شو وظيفة اساس الكومباينينج باول؟ بس زي ما حكينا انه to make the pronunciation of the word root easier، انه بخلي اللفظ اسهل. حكينا قبل شوي عن هذا المثال word root بينهم كومباينينج باول، كمان word root وسفكس. هاي شوية أمثلة على إيش؟ على combining forms، يعني وين بنحطها. بس طبعا هاي ال word roots برضو مطلوبة منكم من الحفظ بالمادة، يعني إريثر اللي هي معناها ريد بتصير إريثرو، جاسترو معناها معدي ستومك، هيباتو ليفر، ميون مناعة، نفرو كدني اللي هي كلية، أوستيو عظم. السفكس اللي هي ايش؟ اللاحقة. اللاحقة بتستخدم في اغلب المصطلحات الطبية عشان ايش؟ تغير المعنى لمعنى معين يخص هذا الجذر. يعني قبل شوي حكينا ايش؟ اي ار بتعني ايش؟ انه ذا بيرسون هو، يعني الشخص اللي بيتكلم، سبيكر الشخص اللي بيتكلم، ذا بيرسون هو سبيك. هنا مثلا نفس الاشي، اي سفكس تستخدم لايش؟ لوصف إشي معين متعلق بالميديكال روت. يعني مثلا ممكن نوصف إحنا مرض، أو نوصف عرض، أو نوصف دايجنوسيس. والبرضو السفكسز هاي بتكون إيش اللي هي اللاحقة، بتكون مشتقة من الإغريقي أو اللاتيني. طبعا كل ما نغير، إذا غيرنا السفكس بنغير المينينج. يعني قبل شوي نرجع للسلايد اللي قبله، بس اوستيو ارثر يعني هنا ايتس معناها ايش؟ التهاب. فبما انه معناها التهاب صارت اوستيو ارثرايتس معناها التهاب العظم، المفصل التعظمي او العظمي. المهم انه هنا ايتس اعطتنا معنى انه في التهاب، فبالتالي هي غيرت المعنى بشكل متعلق بهذا الميديكال روت اللي هو المفصل او العظم. هنا شيء طبعا برضو كنا عم نحط، احيانا بنحط قبل السفكس او او اي، بالذات اذا كانت مبلشة بحرف ساكن كونسوننت، عشان نخلي البرونسيشن ايزير. وهنا حاط لنا مثال، طبعا هون المثال مش عارف بدنا نتأكد منه من الدكتور، إذا في مجال واحد منكم متأكد منه من الدكتور، لأنه ديرما هي عبارة عن إيش؟ وورد روت. وسكلير بتيجي بالعادة إيش؟ سكلير يعني بتيجي بريفكس. هون الدكتور حاطها وورد روت سكلير وحاط سفكس ديرما. المهم المبدأ العام إنه سكليرو ديرما، سكلير تعني إيش؟ هاردنينج، يعني تصلب، او كومباينج فاول وايش ديرما يعني سكن جلد، فبتصير هاردنينج اوف سكن تصلب الجلد او يعني زياده صلابه الجلد. هنا مثلا عندنا شويه امثله على السفكسز اللي هي اللواحق، يعني هنا مثلا هاي بالنسبه بالمناسبه هاي كلياتها يعني المفروض تعرفوها من اللغه الانجليزيه يعني لانها عاديه، يعني AL مثلا pertaining to dental مثلا pertaining to teeth، ER one who speak one who speaks، able capable of being، playable capable of being played، LY process. يعني هنا مثلا spleen هي عبارة عن ايش؟ عن word root بمعنى ايش؟ spleen اللي هي ايش؟ الطحال.
ميجا طبعا او هون كومباينينج فاول. الميجا معناها هي عبارة عن سفكس بمعنى ايش؟ تضخم. الواي سفكس ثانية بمعنى ايش؟ بروسس اوف يعني عملية. فهنا لما نحكي سبلينوميجالي هي عبارة عن عملية تضخم الطحال، يعني احنا قاعدين بنحكي عن تضخم الطحال. واي مثلا دينوت ا بروسيجر، يعني بتحكي عن بروسيجر اللي هي عملية أو طريقة عمل أو آلية. يعني هنا مثلا اندوسكوبي، اندو معناها اند معناها داخل، والاو فاول كومباينينج فاول فبتصير داخل، اندو معناها داخل، سكوب معناها الآلة اللي بننظر من خلالها، يعني مثلا تلسكوب أو كذا هي عبارة عن آلة احنا بننظر من خلالها أو تنظير يعني زي ما نحكي. والواي هي ايش؟ نحكي عن لانه بنحكي عن بروسيجر، فهنا بنحكي الاندوسكوبي هي العملية اللي هي بروسيجر، يعني عملية التنظير الداخلي، يعني اندوسكوبي عملية التنظير الداخلي، بدخلوا منظار، ممكن يدخلوا بأي طريقة يعني من أي فتحة في الجسم عشان ايش؟ يعملوا تنظير داخلي. هي كاتبه هون الدكتور looking inside body. أوما معناها تورم تيومر. هنا مثلا هيماتوما معناها ايش؟ تورم دموي، يعني ممكن يكون واحد ضرب في مكان معين فالجمع الدم في مكان عمل ايش؟ عمل عندنا تورم، هذا التورم متكون من ايش؟ دم، فهذا اسمه هيماتوما. ملاحظة، the element that come before a suffix can either be a word root or combining form. يعني اللي بيجي قبل السفكس ممكن يكون combining form، ممكن يكون ايش؟ word root. suffixes في عندنا هون شوية suffixes يعني محطوطة عشان تحفظوها. scope مثلا اللي هي ايش؟ الآلة اللي بنستخدمها للتنظير. instrument to view. rixes rupture. ريا excessive flow or discharge. يعني all begin with a consonant. أي شيء ببلش ب consonant لازم يكون قبله، يعني حرف ساكن عفوا بالإنجليزي، لازم يكون قبله إيش؟ في combining vowel اللي هو حرف عطف عشان يسهل اللفظ. في عندنا مثلا بعض suffixes زي إيش؟ زي ألجيا اللي هي إيش؟ معناها ألم بين، أو إديما معناها سويلينج يعني تضخم، أو يوريا معناها يورين أو بول. فبالتالي هاي السفكسز هاي اللواحق زي ما شفنا بتبلش بحرف متحرك مش حرف ساكن، A والإي واليو، فبالتالي ما في داعي لما نحط قبلها وورد روت أو نحط قبلها أي شيء ثاني إنه إيش؟ إنه نحط لها كومبايننج فاول، لأنه هي أساسا لفظها سهل. هنا عندنا البريفكس. البريفكس شيء بنعرفه كثير، يعني هي عبارة عن كلمات بنستخدمها في بداية الكلام، في بداية الكلمة، أو هي بادئة بنستخدمها في بداية الكلمة عشان تعطينا معنى معين. يعني مثلا أنتي فيروس مثلا، خلينا نحكي تمام. شو يعني أنتي فيروس؟ ضد الفيروسات. against هايبر اكسسيف، يعني هايبر عبارة عن زيادة. بري قبل، بوست بيفور افتر عفوا، يعني بري قبل بيفور وبوست افتر بعد. هومو تعني سيم، يعني نفس الاشي هومو. هايبو اقل، فعنا هايبر وهايبو اكثر اقل، بري وبوست قبل بعد، وأنتي زي ما حكينا إيش؟ ضد against، وهومو معناها مثل. هاي الأشياء برضو حفظ. هنا هاي هنا مثال، يعني نطلع هاي الكلمة، هذا كله مصطلح طبي متكون من prefix word root وإيش و suffix.
هاي بو معناها قليل، تمام. وانسولين هو هرمون الانسولين اللي نعرفه، هون الورد روت. والسفكس اللي هي ايش اللاحقه، ايميا تعني في الدم، السفكس ايميا تعني في الدم، فبالتالي بصير عندنا المعنى ايش؟ لو انسولين ان ذا بلاد، تمام. طبعا هنا ايش محطوط هنا ملاحظه انه طلعوا انه ما حطيناش اساسا كومباين فاول، ليش؟ لانه بالتالي اول شيء هايبو نفسها في اخرها في ايش؟ في حرف متحرك الاو، والايميا اللي هي سفكس بتبلش بايش؟ بحرف الاي، حرف متحرك اخر مش حرف ساكن. هنا بحكي interpretation of a medical term، كيف انه نفهم اي مصطلح طبي. عشان نفهم اي مصطلح طبي لازم نفهم زي ما حكينا قبل شوي هاي الاقسام اللي هي prefix و suffix و combining form و medical root، تمام. اول اشي منبلش بوين؟ بال suffix اللي هي النهاية تبعت المصطلح. يعني هون مثلا اول شيء بنقسم عفوا المصطلح للاقسام تبعته، تمام. يعني هون مثلا ليكوسايتوبينيا، تمام. الليك معناها ايش؟ وورد روت معناها ابيض. سايت، وطبعا بدناش نحكي لكم عن الكومبانينج فول، سايتو معناها سل، سايت سل. والبينيا معناها ديكريز، قليل، تمام. منبلش من وين؟ من السفكس. بينيا معناها ايش؟ قلة، قلة الخلايا البيضاء، تمام. قلة الخلايا البيضاء معناها الليكوسايتوبينيا. يعني احنا منبلش عشان نفهمها بالعربي بالعكس معها، تمام. هنا عندنا مثلا اكروساينوسس، منبلش نقسمها. اكرو اللي هو اكر معناها ايش؟ اطراف، ايدين رجلين او اصابع، هي حتى اكروساينوسس. سيانو معناها ازرق، واوسز معناها الحاله او عمليه، فهنا احنا بنحكي عن ايش؟ عن حاله ازرقاق الاطراف، حاله ازرقاق الاطراف، تمام. اوستيوباثولوجي زي ما حكينا، اوستيوباثولوجي. لوجي معناها ايش؟ the study of، يعني احنا زي ما بنحكي مثلا بيولوجي، شو يعني بيولوجي؟ علم الاحياء. ف يعني بيولوجي نفسها مقسوم الى قسمين، بايو ولوجي. بايو يعني احياء، ولوجي علم. فبالتالي لما نحكي هنا اوستيوباثولوجي، لوجي يعني علم، باثو يعني مرض، اوستيو يعني بون، بالتالي هو علم امراض العظام. بلورال وولز، هنا نحن نحكي عن ايش؟ عن الجمع تبع المصطلحات الطبيه. طبعا هو هذا الموضوع هيك بده شويه تركيز او بده حفظ يعني ومراجعه على الجدول، وبعد شوي بصير ايش؟ بصير الموضوع يعني بديهي بالنسبه لكم. يعني مثلا هنا ماكيولا، الجمع تبعها ايش؟ ماكيولي، بنضيف اي بالاخر. ادينوما بنضيف ايش؟ تي اي، بتصير ادينوماتا. جلوماريولاس جلوماريولاي، وبلفس بلفس، بس ايش؟ بنشيل الاي والاس وبنحط اي اس، تمام. اوفم يعني بويضة، اوفا بويضات. سبرماتوزون يعني حيوان منوي، سبرماتوزوا. طبعا جلوماريولاس تعني هي جزء من الكدني يعني، بس انه مش عارف الترجمة العربية للأمانة. شوفوا ترجمتهم على جوجل. هنا حاطط ان الدكتور كيف انت تجمع
شو اسمه الميديكال رودز من خلال انك تحط ايش بلورال سفكسز. يعني هون اساسا احنا لما حطينا الاي مثلا هاي عبارة عن اسم شيء اسمه بلورال سفكس، يعني اضافة او لاحقة بتعني الجمع، يعني بلورا بلوري. اي شيء بخلص باي اكس مثلا زي ثوراكس صدر، ثوراسز. اي شيء بخلص بي ان زي مثلا لومن، لومينا. اي شيء بخلص باي اس زي مثلا دايجنوسيس تشخيص، دايجنوسيس اي اس. تمام، وهكذا احفظوا هاي الطريقة في الجمع، لأنه في الامتحان ممكن تجيب كلمة معينة آخرها واحد من هذول السينجولرز، وبطلوب منك إيش إنك تحط البلورال تبعها، بكون حاط لك الخيارات تبعتها. مثلا بكون حاط لك البلورا، بكون حاط لك مثلا بلوري، جمع بلوري ولا بلوراسز ولا بلورينا ولا بلوروماتا. يعني فأنت لازم إيش تكون فاميليار لهاي، يعني تكون دارسهم كويس وفاهمهم كويس لهاي الجمع suffixes plural suffixes. في عنا الإبونيمز. الإبونيمز هي عبارة عن مصطلحات طبية مشتقة من اسم شخص معين، ممكن نستخدمها نوصف عملية معينة أو طريقة معينة أو تشخيص معين أو مرض معين. فبالتالي لأنه هذا الشخص العالم اكتشفها تتسمى باسمه، يعني مثلا أديسون ديزيز أو الزهايمر ديزيز باسم العالم اللي هو اسمه اللي هو اسم عيلته الزهايمر مثلا، أو اسمه الزهايمر. باركنسون نفس المبدأ، وهكذا. ما بعتقد انها مطلوبة منكم حفظ كل اسم، بس بعتقد انه مطلوب منكم انه بالامتحان راح يجيب لكم انه اي واحد من هذول عبارة عن ايبونيم مثلا، اللي هو مثلا الزهايمر ديزيز، بتحط عليه دائرة وهكذا. يعني اشي سهل كثير ان شاء الله. نفس الاشي هنا الايبونيمز ممكن نستخدمها لوصف اشي معين، يعني مثلا متذكرين في التوجيه محفظة بومن اللي هي بومن كابسول. ليش اسمها بومن؟ لأنه بومن هو نفسه اللي اكتشفها، وبالتالي نفس الشيء الأشياء هاي. زي ما حكينا بعتقد إنه مش مطلوب منكم حفظها، حفظ أسمائها يعني بالضبط، بس مطلوب منكم إنه لما يجي بالامتحان إنه تعرف إنه هاي هي عبارة عن إيبونيم. هون مثلا بروسيجرز اللي هي طريقة أو عملية، ألينز تيست، هيميليخ مانوفر. بالتالي كمان هنا في عندنا examples of tools، يعني أجزاء معينة اخترعوها ناس معينين زي مثلا فوليز كاثيتر وهكذا. في عندنا الأكرونيمز. الأكرونيمز هي عبارة عن اختصارات طبية تستخدم بشكل كبير جدا، وخلص متعارف عليها بين الأطباء إنه هاي اختصار لهذا الإشي بالذات. برضو ما بعتقد إنه مطلوب منكم إنه تحفظوا معنى كل اختصار، بس مطلوب منكم إنه تعرف إنه مثلا ال ACE هي عبارة عن أكرونيم يعني اختصار، وال ALB طبعا بميز هذا الإشي الاختصارات انه احرفها كابيتال بالعادة، بتكون يعني بداية كل كلمة بتكون كابيتال. يعني تي بي، تيوبركلوسس، شو اسمه اس اللي هو انجيوتنسين كونفيرتينج انزايم، ايدز. لازم هاي الاختصارات تعرفوها وبس. يعطيكم ألف عافية، والمحاضرة الأولى كثير كثير سهلة، والمفروض إن شاء الله إنه
ما تطولش كثير معاكم، ادرسوها منيح وبلشوا بدراستكم أول بأول، وصدقوني يعني راح تجيبوا علامات كثير عالية، وجدا يعني جدا جدا مادة الترم سهلة، وبالذات بالطريقة هاي. يعني إذا الدكتور نضال نوايسي هو اللي كتب لكم الأسئلة، أنا متذكر كأني جبتها 93 أو 94 ورفعت معدلي، يعني أحسن من مادة اختياري والله. فبالتالي يعني شدوا حيلكم، والعلامات العالية إن شاء الله بالتوفيق لكم، والسلام عليكم.